ولده سكر 2 كيلو، رز بلدي 1.5 كيلو. دخيلك دخيلك يا عمي، انا برضه كورت حريمك. حميني دخيلك. خير شبك يمين لحقك. ولاد عمومتي لاحقيني بدهم يذبحوني. تعي تعي لهون، تعي لشوف، تعي فوتي فوتي لهون. هوام بس والله ما يعرفون بدي اخبيكي، اعوذ بالله من الشيطان. نعم اذا كانت لو شوفي على الطريق. اسمعي لقلك، اسمعي احسن شيء زدي تحت البنك لقلك. اما شيء غريب بعيوني هذول شفتها مرقت من الطريق هاد. وين بدها تطير من بين ايدي؟ وين؟ اخ لو لحقتها غير لاضل ادقها بالخنجر تخلي دمها يغسل بلاطها رصيف. مقصوفة الرقبة ما اقواها برقام ملح وذابت. جاسم اكيد بعدها في النواحي. اسمع انت روح اركض من هون وانا رايح من هون، نرجع نلتقي بهالمطرح. يلا يلا قومي لنك قومي. هذول جماعتين هسا بيرجعوا. دخيلك يا عمي دخيلك، لا تسلمني ليهم، لا تخليهم يشوفوني. لا تخافي لا تخافي، انا سمعت كل كلام هون بس بينك اكيد هلا رح يرجعوا لهون مره ثانيه. بقى احسن شيء اسمعي لقليك، فوتي تخبي مطرحي، خليك تحت البنك هلا احسن ما يشوفوكي. عاوز ما في شيء ابدا، ما في شيء، ملح وذابت كأنه انشقت الأرض وبلعتها. مكسوفة العبر ما أكواها بركان. مرحبا يا عم. أهلا وسهلا. أمر زكاتك يا حجي. نعم. ما شفت شي بنت حورانية مرقت من هون قبل شي 10 دقائق؟ بنت حورانية؟ إيه بنت حورانية، اللهم صل على النبي، بنت حورانية. بظن لك راحت من الطريق. ها؟ نين؟ ايه مزبوط مزبوط، راحت من هون وبالعلامة كانت عند الكود. هي يا عوض هي رحبني. امي امي امي، هاي شرفناهم بالتي هي احسن. ايه كسر خيرك يا عمي كسر خيرك. لا تخافي لا تخافي، وهلا فهميني شوفي على كل حال الله فوق راسك وسبحانه وتعالى، اذا كنت مظلومه ما بتخلى عنك ابدا، لا تخافي بالمره. الله يسترك يا عمي ويخليك، لو لا كانوا ذبحوني. لا تخافي، هلا وينك؟ تقدري تحكي لي شو حكايتك مع اهلك؟ يمكن اقدر ساعدك وقل لك على طريق للخير والخلاص، شو رايك؟ رايحه احكي لك على كل قصتي. وانت احكم. احكي لي شوف، ابي هو على كرسي. يا بيي يا دكتور، اثار الشام كبيره وضيقه. شو مفكرها صغيره مثل قريتنا؟ قل لي يا دكتور ليش ما رضي اذني عليك؟ كل ما اسال واحد عنك يهز براسه ويمشي ما يرد علي ولا كلمه، يمشي وهو مفكرني مجنون. قل لي يا عزام، كم يوم صار لك بالشام؟ والله يا دكتور تقدر تقول يعني 1 2 3 4 5، يعني تقدر تقول 5 ايام يعني. والله يا دكتور تقطع عن اجري واني داير من مطرح لمطرح ويا سامعين الصوت وما كان حدا يسمع الصوت. وين كنت تنام يا عزام؟ ولك يا حسين هذا سؤال بينسأل، الارض اللي اطب عليها اتسطح واروح نايم. ان شاء الله من اليوم رايح يا عزام بتنام مبسوط ومرتاح. اخ يا دكتور منين بدي اجيب الراحه واسمع بعيده عن عيني. حدا اسعى ما حدا عرف عنها شيء يا عزام. لا بالله يا دكتور لا بالله. بس سمعتني انه يوسف السعد قاعد بدور عليه. يوسف السعد؟ شو دخلوا بالنص؟ الا يا دكتور الا يوسف السعد موعود باسمه الشيخ رضوان والحجه امونه وعدوه اذا لاقاها يعطوها له، ويوسف السعد داير مثل الاهبل من قريه لقريه وناس يعوض العموري انه طلع من الحبس وبده اياها كمان. وقت طيب يا عزام ليش ما دورت عليها انت؟ الله يسامحك يا اخوي يا حسين، والله محو اجري واني داير من قريه لقريه. حتى وصلت على المدينه حضرتك لهون على الشام وبدل ما تسأل عن أسماء صرت تسأل عن الدكتور كمال، مو هيك؟ والله يا أخوي حسين عقلي قال لي بجوز الدكتور كمال بيعرف عن هالشي. استغفر الله.
حقيقي يا عزام أنا مقصر كثير من الناحية، كان المفروض إني أدور عليها أو على الأقل أعطي أوصافها لمراكز الشرطة، يمكن يقدروا يعثروا عليها. أخ يا دكتور لو إلها بس صورة، صورة واحدة لو إلها بس. أخوي حسين لو إيش الصورة؟ شو بتكون تعملوا فيها؟ كنا أخذنا الصورة هاي على شي جريدة ولا مجلة وحطينا جائزة للي بلاقيها. إيه؟ مجنون يا حسين؟ إيه؟ شلون بدك تنشر الصورة بالجريدة؟ طيب شو فيها يا زلمة؟ إيه؟ إدها الطريقة بالسهل الأمور على العوض وغيره تا يقدروا يلاقوا أسماء، ولا تنسى إنه بعضهم أولى منه منك بالمهمة. شفت ولك؟ شفت شلون بيحكوا الفهمانين؟ راح من قبال خلقتي، لسه بدك فتخذ كتير تتصير تفهم وتقدر. خلصنا عاد. بدي أفهم بس يا دكتور شو اللي جد لعقلها؟ شو صار لعقلها بس تتركت دار أهلها وقريتها ونهزمت؟ أخ يا أخوي يا حسين شو اللي بيجبرك على المر غير الأمر منه يا أخوي يا حسين؟ خوف صاير فهمان ويحكي لي بالامثال. اخوي حسين معك خبر انه اسمع فكره دكتور. بعيد الشر عنك يا اخوي، بعيد الشر عنك يا اخوي، بعيد الشر عنك. معك خبر انه اسمع فكره دكتور الله يرحمه. شو الحكي؟ مو معقول. هاي الحقيقه يا حسين اللي فهمته بعدين انه زيدان حاط براس اخته كلام بيطير العقل وقال له انه راح يقتلني بالمزار، وبعد ما راح قدر عزام يفتح الباب ويطالعها، فظهر انه هي رايحة للمزار سمعت صوت اطلاق النار فتأكدت اني قتلت. اخ يا اخوي يا حسين اخ شو فائدة العيشة بعد الحبيب اذا انقتل؟ لو ايش بدك ياها ترجع ترجع لعند الحجة امونة تتجبرها بيوسف السعد ولا بعوض عموري؟ قالت لا يا اخوي الموت احسن من هيك عيشة. طفشت يا اخوي يا حسين طفشت بهالدنيا الواسعة العريضة. العمى صاير مخي سميك يا زلمة وصاير معها لا قاعد بفهم ولا بقدر. ليش ما فكرت بهالافكار هاي من الاول اني ليش؟ المهم هلا الخلاصه شو بدنا نعمل؟ الخلاصه انه اسماء لازم تعرف انه الدكتور طيب. اخ يا اخي وساعتها بصير عندها شويه امل ويمكن ترجع لهون لحالها. بس لو كانت تعرف تقرا ولا تكتب، كانت وهي بهالشوارع ولا بالحارات شافت قارمه العياده ويمكن ما نحس لو هي فايدة علينا. والله يا أخوي يا حسين يومها قتلت حالي ترى حجة أمون حطها عند الشيخ وهي صغيرة ما وافقت، خافت عليها من أجل الله يا حجة أمون. الله ينتقم منك، الله يقصف عمرك. الله يأخذها. على كل حال أنا مضطر أروح عند حسين عزام. لوين يا أخوي؟ لوين يا دكتور؟ إحنا رايحين على عيادة. نتخليكم ها. لا تغادر البيت. لا يا أخوي. إذا طلعت لبرا بتضيع ما تقول تعرف ترجع. لا يا أخوي يا دكتور أنا قاعد هون ماني طالع من هالدار أبدا. تترجع. أنا رح أفتح لك الراديو. تتسلى بيه لبين ما نرجع. يا يما يا يما شوف. انبسط عادي يا عزام. بعد شوي بيطلع خاني غير هاي ويمكن يطلع لك شي رقصة. هاي اخوي يلا يا دكتور خاطرك اخوي عزام دير بالك على حالك. ها روح يا بيي ولا خلصها يا بيي. الله عليك يا يما يا رستي تعالي شوفي تعالي شوفي العز والجاه تعالي يا يما تعالي تعالي شوفي العز والجاه تعالي تعالي شوفي شلون حاشكي الزلم والنسوان وصندوقة خشب صغيرة تعالي تعالي يا يما. يا وين الزلم ولك وين النسوان وينهم يا يما؟ بعدك عريق بطنك اليوم يا عوض. ذوق ذوق التمر ما تقول الا عسل. ما بقدر احط شي بتمي. اكل يا رجال اكل ولا يهمك. وين بدها تروح؟ هاني وراك جهزنا والزمن طويل. الا ما اكمشتش لو ضل يوم بعمري. المرة قدرت تنفذ من بين ايدي افرجها الله. كل الحق عليك يا عوض. صحيح كان لازم احشر حالي بين السيارات والحقها. حظها طلع قوي
هسا امسح وجهك بالرحمن وتحلى. قوم 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 روح جيب لي ورقة حمو عادي. قوم خذ بس 15 ورقة معانا؟ هاي الموجود. وشلون بدنا نقدر نعيش بالباقيات يا عوض؟ ما في غير ابعتك عند اموني. هات لك دقة مصاري منها وارجع. وامتى بدي اروح وارجع؟ هسا بتروح وبكره الظهر بتكون هون. خد روح جيب لي دخان خريمة. تروح. طيب بس يا بنتي بجوز يكون انه ما صابوا او صابوا والله كاتب له الحياة. لا يا عمي، نشان زيدان ما بيخطئ ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونك يا بنتي. يا لطيف يا لطيف على القصة يا ابو نبيل. طيب والدكتور شو دخلوا لحتى يقتلوه؟ يا ستي يا بنت الحلال يا ام نبيل، هدول هيك عاداتهم. اذا شخص قتل شخص تاني من عيلة تانية، عيلة القتيل بتعتبر عيلة القاتل كلها مسؤولة عن دم القتيل. وبتختار الشخص اللي بدها اياه من العيلة ذاتها وبتقتله حتى تاخذ بتاعها. طيب وهلا انت شو رح تعملي؟ شو رح تساوي حالك؟ شلون بدك تعيشي يا بنتي؟ والله ماني عارفه شو بدي اسوي يا خالتي. الله كاتب علي العذاب والشقاء. توكلي بالله يا بنتي، توكلي بالله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لا اله الا الله. لا تخافي يا بنتي، الله ما بيقطع حدا. ام نبيل؟ نعم. لا لا لك كلمة تاني. جاي. شو قولك؟ شو بدنا نسوي بالبنت؟ ها؟ والله يا أبو نبيل ما بعرف، يعني كمان أنا تقطع قلبي عليها مسكينة. أبو نبيل شو؟ إذا بيطلع بإيدها بتساعدها حرام. ما عليه شيء، زكاة أولادنا يا رجال. إيه طبعا ما في شك. وينك أنا بشوف إنه فيها وبلاها الطبخة مطبوخة وفي عنا أوضة فاضية. خليها تنام فيها بين ما الله يفرج عليها. الله أمر بالستر يا نبيل. ما هي والله ما بعرف شو بدي إلك. شو بدي تقولي لي؟ يعني بيناتنا. شو بيناتنا يعني؟ من أول الطريق ولا من آخره. ما فهمت عليكي. يعني البنت شو؟ صبية. وفهمت علي يعني. يا عيب الشوم. يا عيب الشوم عليك يا نبيل، والله عيب. هي ثقتك فيه؟ ايه بعد الكبرة جبة حمراء. البنت من جيل ولادي، الله يرضى عليك. روحي روحي قدامي روحي. اهلين وسهلين عمو، اهلين وسهلين. البيت بيتك امين. اهلا وسهلا فيكي. كفاك كفاك يا عليان، كفاك اقعد. يا مختار يا مختار، هسا انت ليش بتعقد الامور وبتصعبها؟ يعني شو بده يطلع منها؟ يعني شغله عبد الرحمن الصالح يا ابو نايف ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. وشو بدك اياه يسوي غير هيك يا مختار؟ عوض لحق الدكتور على الشام واخذ معه جاسم، اكيد اذا كمشوه رايحين يذبحوه. الله يلعن الساعه اللي طلع فيها عوض العموري من الحبس. والله هذا ما لازم يطلع من الحبس ابدا، لازم يضل طول عمره محبوس. احنا هسا عبلوة ابن عياش. ابن عياش لا بيعرف عوض ولا غيره، بيعرف اهل القريه، بيعرف رضوان العموري وبس. وعنده زلم اعوذ بالله اعوذ بالله ما بيقدر الواحد يتفاهم معاهم ولا بشكل. والله عال عال كثير عال كتير عال. إذا منفيق بليلة من الليالي على بيوتنا وهي بتتهدم فوق روسنا. وهذا الشيء اللي خايفين منه، أكيد مش رح يفرقوا بين العموري وغيرهم. والله خوفتنا يا مختار. ولا تنسوا الدرك، أكيد رح يتدخلوا ويحققوا. مين بدي يضمن لي إنه ما حدا من أهل القرية يقول هدول زلم ابن عياش؟ ها؟ حلو حلو، وإحنا نصير الطعم للنار. ها؟ الدرك من جنب وقوم العياش من الجنب الثاني، وحملوا يا اهل القريه احملوا. وهسا شو الحل بنظرك يا مختار؟
والله محتار وماني عارف شو بدي اسوي. انا بقول لك يا مختار، خلينا نروح لعند عبد الرحمن الصالح ونتفاهم معاه تيخلي ابن عياش حيادي. ايه بالله، او منروح لعند الشيخ رضوان خليه يتبرى من عوض وجاسم العموري، وساعتها يروح ابن عياش يلحقهم عالشام. كمان في عندي شور ثاني يا مختار. قول يا بني. شو رأيك نروح نتفاهم مع عمونا خليها تكف بلاها عن هالقرية وعن كمال؟ ها؟ أنا بشوف إنه أحسن شور هو شورك يا أبو سامي. بكرة أو الليلة بالليل نجمع وجوه القرية ونروح لعند رضوان. معلوم يا عمي أفضل شور شوري، لأنه أبو حسين هسع أكيد بيكون صار عند ابن عياش وحتشاله القصة كلياتها، وابن عياش يا مختار بده يحمي دخيله. كنا نقول أبو حسين أبو حسين، أتاري الثاني طلع من شرقي عبد الرحمن ما بيفهم. لا تلوموهم يا هالربع، لا تلوموهم، بدهن ابنهم بأي ثمن. يا هلا يا هلا أبو الصالح، هلا بيك يا قاضي الحق. علمي الرجل، طارد ولا مطرود؟ والله مطرود يا ابن عياش. وصلت يا ولدي، اقعد وانت سالم. قلت لك وصلت، اقعد وانت سالم يا ولد الصالح. اذا بدي اقعد قعودي على نار يا ابن عياش. قوم العموري باقوا العهد وخانوا الوعد ودزوا رجالهم ورا كمال الصالح يذبحوه. وين تسيد العارفين يا ابن عياش؟ كمال بحماك وبجاهك. وش تقول يا ابن الصالح؟ العموري باقوا العهد؟ اخس اخس يا رضوان العموري، يا حينت الشعر بوجهك، والله ان صار للحكيم مكروه لحلق شاربك بيذ يا رضوان. بخاطرك يا ابن عياش، ولا تنسى دخيل ابن عياش مهدد بالقتل. يا هاين يا نواف يا عونك، هاين هسا بتركب انت ونواف وبتروح على دار رضوان عموري. وايش القالة يا ابن عياش؟ كلمة ورد غطاها، روح جمال الصالح بكفة وقوم العموري من كبيرهم لصغيرهم لحريمهم كفة. قول لهم يحط عقولهم بروسهم احسن ما خلي ديارهم تنعب هالغربان. امرك يا ابن عياش. اريدكم تنكسوا اليوم وتجيبوا لي غد ولد العموري. يما عند عيونك. الله عليك الله عليك يا رشدي، الله عليك يا رشدي، سبحان مغير الأحوال، يوم فوق فوق ويوم تحت تحت. أخ من هالدنيا ما بتخلي فرحة إنسان تتم، بس لو الله يكملها معي وألاقي أسمى حبيبة الروح. تعالي تعالي يا بنتي تعالي تعالي، شوف العز والجاه، الطبخ لا بده جلي ولا زيت كاز، تفكزي زر بتلاقي النار قبت قب، تفكزي زر ثاني بتلاقي قاعد وناس يرجولك من صندوقة خشب صغيرة. هذا المأخوذ اللي بيقولوا عنه رادو. يا بيي يا يما، والنومة كمان يا النومة يا أخوي يا عزام والنومة. أخ يا أخوي والنومة كمان على راسور ما بيوجه جناب الواحد، طري وتحته مثل الحرير يا أخوي يا عزام. يا أخوي أيوة يا كان ما بتنام غير على راسور، وهيك يا عزام؟ والله يا أخوي شو بدك أحسن من هيك نومة؟ الواحد بينام وعيونه العشرة وهي هي هي
يخرب بيتك يا عزام، ولك في جنب البيت هون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولك ولك مين اللي حاجك؟ ها ها، انت القاعد لوحدك. طلع وراك يا عزام. اوعى تقول انك عوض العموري. يا يما يا يما، والله يا عوض العموري يا يما. عوض بشحمه ولحمه يا عزام. غريبي مو هيك؟ لا انت كذاب، ولك انت كذاب، انت مهناك عوض، انت عفريت عوض. اوعى تقرب علي، ولك اوعى تقرب علي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وين بدك تروح من بين ايدي؟ والله غير عدمك حياتك بهالدقيقة. يا يما والله عوض، ما هو قرده. وقرد اللي ينشمع. دخيلك يا عوض، والله أنا ما سويت شيء ولا بعرف شيء. دخيلك، هات هات إيدك تابوسة يا أخوي. دخيلك، ولك بعده هيك بعده هيك، رايح تذبحني يا أخوي. لوش هالمسح الثقيل هذا؟ هذا مزح من نوع الموت يا غبي. غرب شوف. قربت. ارفع راسك لفوق. شيل المورد غطاها. اذا قلت الدوري رايح اتركك، واذا بدك تراوغ رايح اخلي دمك يعبي هالغرفه. بس بس يا اخوي، بعد هالملعون هذا عن رقبتي. ايوه قل لي اسمه وين؟ اسمه قول اسمه وين؟ ما بعرف. بقول لك احكي. ها راح احكي يا اخوي، راح احكي اخوي. اذا قلت لك الدغري ما بتصدقني. من يوم ما طلعت من دار الحجة امونه هذاك اليوم الاسود، ما شفت خلقتها ولا بعرف عنها شيء يا اخوي. كذاب كذاب. انت بتعرف كل شيء عنها. اخي صدقني، والله اذا كنت بعلم بساعه موتي بعلم عنها شيء. ساعه موتك هسه بدها تكون يا غبي. يا يما. قل لي وينها؟ اخوي اخوي استنى علي شوي، لك استنى لو اصلي ركعتين لله تعالى واتشهد على روحي. يا بي الله عليك يا رجل، لو بعدش طيبه وتشوفي ابنك شو صاير فيه كنت مت من الخوف. قوم معي قوم معي. إيه لوين يا اخوي؟ ماشي بقول لك هسه. لوين يا اخوي؟ لوين؟ قل لي لوين. أموني بدها اياك. لا يا اخوي لا يا عوض، اذبحني هون، موتني هون. بقول لك قوم هسه احسن ما تري فيك. ماشي قدامي. طيب يا اخوي. طيب حرك. امرك حنا ما نتبلى الناس يا ابن العموري، ولا نجهد بلاهم. حنا عرب الدخيل نفديه بالروح والمال. والله انتو قد كل غانمة يا ولد عياش. اي بالله. وهسه الشيخ باعثنا وبده من قوم العمور يكونوا رجال، وعن كلمتهم بين رجال. احنا رجال يا ولد عياش، احفظ لسانك وخليك بأدبك. بس يا محمد بس، ولا كلمة. انت وقت علمنا الادب ما تعرف صاحب الحق سلطان. لا ترد علي يا ابن عياش، ولد طايش ما بيعرف شو قاعد يقول. انت غلطان يا شيخ رضوان، انا ماني ولد، علي زلمة. لا 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 يا محمد، لا لا لا، مو هيك العلم تحكي. قوم معي قوم معي قوم قوم، خلي الناس قاعدين يفهموا على الرايق. وسطت لهون يا ابو نايف، نص البيوت تنهان كرامتنا ونظل ساكتين. الموت ولا الظل يا رجال. بس بس روح معه يا محمد، وحاجتك مرجله، لا تكبر الشغله. يا عمي اسوق الله وجاه الله عليك تمشي معي. هذول قوم العياش لا انت ولا غيرك قدهم، وك هذول دوخوا فرنسا يوم كانت بهالبلد. امشي معي يا محمد، امشي امشي. اسمع يا هاي، بلغ سلامي للشيخ ابن عياش جزيل السلام، وقول له الشيخ رضوان العموري بعده عند شلمته وما بينحاد عن الحق. ورجال العموري يا الشيخ. ورجال العموري بعدهم عند شلمتهم. وعوض العمور يا الشيخ، والحرمة اللي اسمها أمونة. يا الربع، قدام وجوه القرية وقدامكم قوم العموري متبرجين من عوض العموري ليوم الدين. لا هو منا ولا منعترف عليه ولا منطالب بدمه. اذبحوه وخلصونا منه ومن شره ومن عاره علينا.
شو رأيك يا شيخ رضوان نبعث ورا الحجة أمونة نجيبها لهون خليها تقول كلمتها قدام رجال ابن عياش؟ ومن متى صار للحريم كلمة؟ حنا ما نأخذ من رأس حريم لا هرجا ولا قولا. السلام عليكم. أمسوا يا هالربع، عليكم جيرة الله. يمسى عندك الرحمن يا مختار، ما نقدر نتأخر. بس هيك ما بصير، على الأقل تذوقوا زادها. ما يخالف يا شيخ رضوان، ريتو عامر. إيه مثل ما بدكم. مع السلامة. مع السلامة يا محمد. يا محمد. لا يا مختار، تعال لهون. أنا فهمت كل إشي يا مختار والرجال لا. اسمع يا محمد، بدي إياك هسا تروح عند حجي أمونة، قلها المختار ورجال القرية عند الشيخ رضوان وعايزينك بكلمتين. مثل ما بدك يا مختار، أنا رايح. وهسا عن حجة وحدها يا مختار، قادر تعلقنا مع ابن عياش ورجاله وقادر تخلصنا من هالورطة. لازم تكفي يد عوض عن هالشغلة وإلا بيصير شيء لا يحمد عقبه. إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا جماعة بدنا نوطي راسنا غصب عن ركبة اللي خلفنا. لا يا شيخ رضوان لا، إذا انصعت للحق معناته بدك توطي راسك. اتحرك يا محمد اتحرك. لوين بعثوا يا مختار؟ بعثوا ينادي للحج أموني. ولويش جاي لكان؟ ها؟ لويش؟ أكيد لولا ما خلصن المصريات كنت ما شفت خلقتك. يا حجي أخذي نفس، أخذي نفس، ارتاحي وخليني أشرح لك كل القصة بالتفصيل. لا بدي تشرح لي ولا تحشيلي. قتلته كمال؟ لا. جبته أسماء؟ كمال لا. أصبح جيتك لعندي مالها لزوم. اللهم صلي على النبي. يا حجي أسماء موجودة بالشام. انت شذاب. الله وكيلك موجودة بالشام، شفناها. تحشي جد يا جاسم؟ وين شفتوها؟ لويش ما جبتها معك؟ شفناها بمطرح زحمة ناس وقدرت تختفي. لكن وين بدها تروح؟ وين بدها تطير؟ مصيرنا نكمشها. أخصى عليكم بنته تنهزم من زلبتين؟ اللي صار بقى. وهسع يا حجة بتريدي بنتك تدفع مصاري، عوض بده مصاري. مستعد أدفع ثقلها، المهم عندي تجيبوها. طيب حجة أمونة يا عم زيدان. صوت أخوي محمد. بيعرف إنك هون؟ بعد ما رحت على الدار من وصلتي لهون. انت هون يا جاسم؟ هسا وصلت. خير شو بدك يا محمد؟ يا حجة شيخ رضوان عاوزش بهالدقيقة. وشو بده مني الشيخ رضوان؟ لا بعرفه ولا بيعرفني. يا حجة ابن عياش باعث تهديد العموري، مثل ما بتعرفي كمال بحمايته. أنا ما بيهمني لا ابن عياش ولا 60 واحد مثله. يا حجة الشيخ رضوان هدر دم ابن عياش لعوض، لا تكبر الشغلة. يذبحوا حده 60 ألف جهنم، المهم يجيب لي راس كمال وترجع بنتي. سامع يا جاسم؟ سامع؟ حط عدلك براسك أحسن ما تندم. هذا زنفت من زلمة ابن عياش. هي الشغلة وصلت لحد ابن عياش؟ وأكثر يا أخوي، الشغلة صار فيها قصة قاب دمر العموري كلهم. ان شاء الله ما بيضل طيب غير عوض العموري. المهم عندي استد ثاري واعيد اعتباري. وهسا ما تروحي معانا؟ لا ما بروح. يلا يا جاسم. يلا لوين يا جاسم؟ والله يا حجي انا ماني قد ابن عياش ولا بطلع من خطة العموري. في روح الله لا يردك. أتاري لقمة العيش مرة يا أسماء. مين قال؟ أسماء، أسماء بنت سرور العموري الشيخ الكبير ببلاده، تكون آخرتها خدامي
على لقمة عيشها وستر عرضها. معليش، المهم الستر. لطيف على هالبنت، ما بتعرف تشتغل شغلة يا دخيل الله. وينك يا أسماء يا بنت؟ نعم يا معلمتي. شو ها؟ شايفة شو هاد الوسخة؟ فركته كتير يا معلمتي وما كان يطلع. طبعا ما بده يطلع. جربتي تفركيه بالألمنيو وبالليفة؟ لا ما جربت. ايه طيب روحي هلا اتركي لي كل شيء من ايدك وجيبي لي ليفة، تعي لهون لشوف شوفي شلون بيطلع. أمرك يا معلمتي. يلا لشوف. يا سلام، وفاتحت لي الشباك لحتى تفوت كل الغبره للغرفه. ما بدي افهم ليش فاتحته. دخيل الله على هالجيل ما بيعرف يشتغل شغله. دخيل الله انا. جبت ليفه؟ وهي شقفه ليفه يا معلمتي. اي يلا لشوف، غطيها بالمي وحطي عليها صابون وبلشي بالفرك. أمرك. يلا أنا رايحة أشوف الطبخة على النار، هلا بيجي أبو نبيل وبيكون جوعان. أمرك يا مامي. شايف يا ربي شايف، أنا بني آدم والحج هاموني كمان بني آدم وعوض العموري كمان بني آدم. آخ منك لله يا عوض العموري، منك لله يا حج هاموني. عليك يا كلب، والله غير تضل هيك تتموت. تعلمت كيف بتهزم البيت من دار اهلها؟ محروق قلبي منك. بالشعوب بتهددني يا ابن المحروقة. تستاهل اكثر من هيك، تستاهل فرم لحمك. ان شاء الله ما بيطلع عليك الضوء. موت موت موت. والله جكارة فيك غير أظل طيب وأحضر عرس أسمى والدكتور كمال. الله ما رح يتخلى عني، ما رح يتركني أموت تتشمتي فيه يا حجة أموني. أخ أخ على ما أفلت غير أفقع عيونك هذول بأصابعي هذول. أخ بس هاي البلوة ما هي مخلتني لا أنام ولا أرتاح. أخ تأشرب وأبر ريقي وأمري لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حجة أموني أجون الشياطين. يا حجة أموني أجون الشياطين. علي حورية يا حسن. حورية شو اللي جابك هسع ولك؟ شلون خاطرتي بحياتك؟ ولا يهمك يا حزام، أنا أجيت خصوصي تأخلصك. كثر خيرك ولا تستعجلي. استنى علي شوي، استنى علي شوي يا حزام. ها وين؟
القعد عقد انحلت ها؟ كثر خيرك يا حورية. ولا يهمك يا عزام ولا يهمك. قدمني على معروفك. عزام وعك تهدي بالقرية وعك تقول حورية اللي هزمتني فاهم؟ فاهم. مرحبا خالي. مرحبتين يا اخوي. بتريد شي حدا من هون؟ انا من اهل الحاره. والنعم. اذا بتحب تسال عن حدا انا بدلك عليه، واذا بتحب تسال عن شخص معين انا بفيدك عنه. لا والله يا اخوي ما بريد غير سلامتك. كثر خيرك يا اخوي. السلام عليكم بابا. تسلايه هون بالحاره ما في. اذا بتريد امشي بطريقك احسن لك. وانت دخيلك شو دخلك؟ الشارع ملك ابوك. ايه اني حر؟ العم على هالشغله هاي؟ العم يا عم عيونك التنتين، قسما بالله اذا ما بتروح ما بتعرف شو بصير. ولك يا عمي حدا داسك علي؟ شايفني قاعد اطلع رايح وجاي ولا بحاكي الناس ولا بتطلع بيوت الناس؟ فك بلاك عني واتركني بحالي. حلو والله، هذا اللي ناقصك تطلع على بيوت الناس. اخي امشي من هون احسن لك. عم فهمك يا اخوي. يا حبيب قلبي انت لويشيت؟ كف بلاك عني واتركني بحالي. ماني يمك ابدا. السلام عليكم. ابدا. شوفوا على الحكي اللي بلا طعمه. صار لك 4 ساعات حي سلايس بالحارة وبدك ياني ما شك فيه. طيب صلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أنا زلمة أمي لا بعرف بقرأ ولا بكتب، الله وكيلك. أيوة. وفي لي حكيم ساكن هون حواليكم، فاتح حكيم. ومستحي أسأل الناس عن عيادة واحد حكيم. وشو اسمه هذا الحكيم يا مستحي أفندي؟ اسمه كمال ابن عبد الرحمن الصالح. العمى ضربك ليكو قدامك 5 خطوات بينك وبينه. امشي قدامي لدلك عليه ولأتأكد إذا كان بيعرفك ولا لا. امشي قدامي تأثبت لك إنه قرابتي وابن بلدي كمان. يلا امشي لشوف. امشي. لا لا حرامي حرامي يا علب حرامي. شو عليه هربت ما؟ يا أنا بدبرك إذا جيت مرة ثانية على الحارة. عوض؟ وينو عبوج؟ وينو الشيخ رضوان زعيم بيت العموري؟ وينو اللي هدر دمي؟ وحد ربك يا عوض، تعال خلينا نتفاهم. عال والله عال. بعد ناقصني اتفاهم مع حورية. شو ان شاء الله سلمك زعامة بيت العموري من جديد؟ صاري وليت العهد؟ أنا قلبي عليك يا عوض، خايفة تضيع وما تستفيد غير سواد الوجه. بقول لك وينه أبوك؟ هسا بدي أصفي حسابي معه، يا بروحي يا بروحه. يا معثرة يا حورية على هالعلقة. دخيل الله شو بدي أساوي؟ أنا قاعد هون. ماني رايح من هون تيرجع وين ما كان يكون. بدي أعرف شو علاقته معي تيهدر دمي لابن عياش. عوض، أمونة دايرة تقضي عليك. روح اسال جاسم، اسال اخوه محمد شو قالت عليك هذاك اليوم. امونه ما بيهمها غير حالها، ما بيهمها الا بنتها، بعديها ان شاء الله كل زلمه العنبور يموتوا. امونه انزه منك ومن ابوك ومن كل حمولتك. امونه ما بتقول هيك كلام ابدا. امونه بيهمها شرفنا وسمعتنا قبل كل الناس. الله يسامحك يا عوض على الحكي. اللي بيريدوا لك الخير بدك تذبحهم، واللي بدهم يخلصوا منك تركض وراهم. شو بتقصدي بحكيك يا بنت؟ انت بتعرف شو بقصد يا عوض. اللي بقصده انت فهمانه منيح. انت كل همك اسمى. اسمى بتحب ابن الصالح وما بتاخذ غيره. حط عقلك براسك، اتركها بحالها وطلع حواليك. اسمى الي لو تطبق السما على الارض وما حدا بياخذها غيري. واني عوض العموري ما بحط هواطي غير للي خلقني. وابن عياش انت قده؟ زلمه راحوا من هون يهددوا، بدهم يذبحوك اذا بتقرب على كمال او بتحاكيه. اذا قدروا يطلوني يعملوا اللي بدهم اياه. عوض
هسا ما بدك تحط عقلك براسك وتصير زلمة مثل زلم هالقرية. عندك أرض، اشتغل فيها، دور على مستقبلك. بديش أدور على مستقبلي والعار فوق راسي؟ بديش أشتغل بالأرض والناس شو بدي يقولوا عني؟ بدك يقولوا ضبوا بناتكم الهملات؟ خلي أخوها يروح يضبها، أنت شو دخلك؟ ولا الله كاتب عليك تقضي عمرك بالحبوس؟ خلي مخك يفكر شوي يا عوض. أني بلا مخ يا بنت رضوان؟ الله يلعن هالترباي الهاملي، إذا ما كنت كلكم ألعى من بعضكم البعض. آي آي آخ آخ يا آخ آخ يا بطني آخ. خير لطيف من الوجع. خير يا أبو نبيل. آي خير آخ يا نبيل آخ، خير لطيف من الوجع آخ. خير يا رجال. آي آخ خير ان شاء الله خير. ليش ما رحت على الدكتور يا رجال؟ بقول لك قاعد بالدكان ما في شيء. ايه حسيت المغص خفيف. سلامتك. انت حالي شوي تبرد روح على البيت ارتاح شوي. اي يا بطني اي اي دخلك الحيني يا عم نبيل. دبريني لك شو بدي اعمل؟ والله تربطت ايدي، شو بدي اساوي؟ قوم على الفراش يا معلمي، بلشي على الدخل ترتاح شوي. اي والله قوم على تحتك يا نبيل. اي لك حتى رجلي يبشت ماني قادر ادعس عليها. طيب ساعديني يا اسماء، ساعديني خلينا نبدا للفت. سلامتك. اي ساعديني يا اسماء. اي دخيل الله اخ يا بطني. اي شلحيلي. دخيل الله. اي يا بطني دخيل الله. سلامتك. يا باطن عليك يا ابو نبيل، يا باطن عليك والله. بكيني يا ابو نبيل ولك على قليل استنى ليرجعوا الاولاد من السفر. بعيد الشر عنك يا ابو نبيل، شو هالحكي؟ سلامتك يا معلمي. سلامتك. ولك يا ويلكم من الله يا جماعه، لحتى موعدين فوق ناسي عم تفرجوا علي لحتى موت. طيب شو بدي اعمل؟ دخيل الله حقوني دبروني. شو بدي اعمل؟ ولا تربطت ايدي. لك شو بدك تعملي؟ ما رح تقدر تعملي شيء. وينك يا اسماء؟ نعم يا وينك يا بنتي؟ نعم يا الله يرضى عليكي. مشوار خفيف بدي ابعتك اياه. تنزلي من هون. انا حاضره يا معلمي. الله يرضى عليكي. تنزلي تقطع رصيف للرصيف الثاني، البنايه اللي مقابلنا. طيب في عيادة الدكتور، بشوف الدكتور تيجي وخلي يجي لهون أوام. طيب أنا رايحة يا معلمي. وينك؟ نعم. خلي لي إياكي أوعك انتبهي، أنت ونازل من درج البناية. صدف الدنيا كثير، أنا أقوم حدا يشوفك من أهلك يعرفوكي كمان. طيب وينك يا بنت؟ نعم يا معلمي. اسمعي يا عمو. نعم. الله يرضى عليكي، إذا ما قدرت تعرفي أي واحد ماشي بالطريق اسأليه عن عيادة الدكتور كمال. كمال؟